افتتاح المركز على الساعة 8 صباحا لاستقبال المواطنين لأداء واجبهم الانتخابي، كما لاحظنا إقبال المواطنين. الحمد لله يا ربي، هذه الانتخابات زعما كما نقولوا مليحة للشعب الجزائري يجي يصوت، باش خطر العالم راه يشوف فينا وكل شيء، باش نكونوا زعما في المستوى، باش نكونوا في المستوى، واللي يربح بصحته احنا نطلبوا منه غير يكون في المستوى ويقوم بالشباب. تحيا الجزائر، ورحنا مع كل واحد اللي ينتخب، احنا نطلبوا من هاد الناس يخدموا البلاد والعباد.